بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. النهارده عيد الملاك ميخائيل، والقرايات اللي سمعناها النهارده كلها بتتكلم على الملائكه. هنقول بعض الايات كده اللي ماشيه في كل القرايات عن الملائكه، واكلمكم كلمه عن الملائكه. فعشيه يقول سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الاعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا جميع قواته. يبقى ايه؟ الملائكه اللي بتسبح ربنا. في انجيل عشيه يقول هكذا في نهايه هذا الدهر يخرج الملائكه ويفرزون الاشرار من بين الاخيار. يبقى الملائكه بيفرزوا الاشرار من الاخيار. في مزمور باكر بيتكلم على طبيعه الملائكه، يقول الذي صنع ملائكته ارواحا وخدامه لهيب نار. في انجيل باكر يقول على فرح الملائكه، اقول لكم انه يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب. الملائكه بيفرحوا لايه؟ لتوبتنا ورجعنا لربنا. في البولس من رسالة العبرانيين وبيتكلم عن ان سيد المسيح اعظم من الملائكة، وقال لانه لمن من الملائكة قال قد انت ابني وانا اليوم ولدتك، ويقول متى ادخل البكر الى المسكونة، يقول لتسجد لها كل ملائكة الله. ويتكلم برضو على طبيعة الملائكة، يقول الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار. يعني بيتكلم على طبيعة الملائكة وبيتكلم ان المسيح أعظم من الملائكة. في الكاثوليكون نلاقي برضو بيتكلم على الملائكة وبيتكلم على رئيس الملائكة ميخائيل، ويقول أما ميخائيل لما كان الشيطان عايز يظهر جسد موسى علشان الناس يعني تعبده، لانه كان موسى بالنسبة لهم كان فعلا نبي عظيم جدا، فربنا اخفى جسده، فحب الشيطان يوريهم جسده. فقال اما ميخائيل رئيس الملائكة فلما قاوم ابليس وتكلم عن جسد موسى لم يقصر ان يورد حكم افتراء عليه، بل قال ليزجرك الرب. وعلشان كده برضو نشوف قد ايه ملاك ميخائيل اعماله معانا شكلها ايه. في الابراكسيس كان بيتكلم على كرنيليوس، وان في ملاك راح له وقال له يا كرنيليوس، فشخص اليه وقال له ايه؟ صدق صلواتك وصدقاتك صعدت تذكار امام الله، والان ارسل اليافة واستدعى ايه؟ سمعان الملقب بطرس. كل الدريات زي ما شايفين كلها بتتكلم على الملائكة. في مزمور باكر في مزمور الانجيل يقول باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوتهم. شوف الملاك ده مقتدر بقوه جدا، زي مثلا ملاك سعد سنحريب محارب ما حاصر اورشليم، ملاك واحد ضرب ايه 185 الف وموتهم. المقتدرون بقوتهم الصانعين قوله باركوه يا جميع قواته خدامه العاملين ارادته. في انجيل النهارده بيتكلم على أمثلة من أمثلة ملكوت السماوات، وبيقول في الآخر إن الملائكة هم في مثل الحنطة والزوان هم الحصادون، الحصادون هم الملائكة، فكما يجمع الزوان أولا ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر ويطرحوهم في أتون النار. زي ما انتم شايفين ان كل النهارده الموضوع كله عن الملائكه. عيد الملاك ميخائيل زي ما سمعنا ان هو النهارده العيد بتاعه، ان كان الناس بيحتفلوا بعيد للاله زحل، عيد وثني، وكان ليه معبد. فلما امنوا بالمسيح برضو قعدوا يحتفلوا بنفس الاحتفال، كان عيد قومي عندهم. فكان
كملوا الاحتفال ده وهم مسيحيين عادي. فجه البابا قال لهم مش هينفع، البابا الكسندروس مش هينفع ان احنا نحتفل بعيد وثني، هم ما كانوش فاهمين. وراح ايه قال لهم ان احنا ايه هنهدم، نهدم الهيكل بتاع الوثن ده ونبني مكانه كنيسه. وبالفعل هدموا الكنيسه، هدموا اللي هو المعبد الوثني ده، واتعمل كنيسه، واتعمل في 12 هاتور اللي هو النهارده زي النهارده. وابتدوا بعد كده يحتفلوا بعيد الملاك ميخائيل، وكانوا مشهورين ان هم كانوا في اليوم ده بيقدموا عطايا. هو مشهور عيد الملاك ميخائيل ان الناس ايه بتعمل فطير وفي قدموا ايه عطايا. في عيد تاني للملاك ميخائيل اللي هو في 12 بقونة اللي هو بيكون في شهر 6. العيد ده بيسموه عيد النقطة. بيقول العيد ده اللي هو ايه بدء فيضان النيل، من اول ما نقطة تنزل في الحبشة على الجبال هناك وتبتدي تنزل المية بعد كده المطر ويعمل فيضان. هذا العيد او هذا اليوم كرس برضو لايه للاحتفال بالملاك ميخائيل، لان الملاك ميخائيل ايه يعني بيشفع فينا في الايه في الاهوية والزروع والعشب ومياه النيل. فده اتعمل عيد تاني للملاك ميخائيل. ايه الملايكه دول؟ الملايكه مخلوقات نورانيه ملهاش اجساد، خلاص. شهود يهوه لما قالوا ان ابناء الله في سفر التكوين اتجوزوا بنات العالم يعني وخلفوا الجبابره، قالوا دول اللي اتجوزوهم ايه ملايكه. ملايكه اتجوزوا ستات وخلفوا جبابر. طبعا كلام ايه مش معقول، الملائكة ايه ملهمش اجساد، لكن هي ارواح نورانية اتخلقوا في اليوم الاول. لما ربنا في البدء خلق الله السماوات والارض، كان في خلقة السماوات هي ايه اليوم اللي اتخلق فيه، اللي هو اول يوم قال ليكن نور، كان النور ده هو الملائكة. فالملائكة ارواح نورانية اتخلقوا في البدء خالص. كلمة ملاك في السريانية في اليونانية أنجيلوس معناها رسول. في القيامة اتقال على الملاك اللي كان عند القبر كان منظره كالبرق، عشان كده بنقول الملائكة مخلوقات ايه نورانية. الملائكة في 7 رؤساء ملائكة، 7 رؤساء ملائكة اللي هو رئيس الملائكة ميخائيل وغبرييل اللي هو جبرائيل ورفائيل وسوريال وصدقييل وسراسييل وأنانييل. رئيس الملائكة ميخائيل معناها من مثل الله، ميخائيل من مثل الله، مين زي ربنا؟ مين زي ربنا في ايه؟ مفيش حد زي ربنا، ولا في القداسة ولا في الطهارة ولا في النقاوة ولا في المحبة، مفيش حد زي ربنا خالص. فمعنى اسم الملاك ميخائيل ايه؟ زي ايه؟ من مثل الله. وعلشان كده برضو الادفانتست قالوا على السيد المسيح هو الملاك ميخائيل، لان قالوا ايه بدل ما يقولوا من مثل الله قالوا مثل الله، واخدين بالكم؟ فقالوا المسيح هو الملاك ميخائيل من ضمن ايه البدع بتاعتهم. الملاك ميخائيل هو ملاك القيامة، هو ايه ملاك القيامة. وفي رسالة يهوذا اللي سمعناها النهاردة ان ميخائيل هو اللي خاص ابليس محاكم ايه محاجن على جسد موسى. في سفر دانيال كان الملاك جبرائيل كان الشيطان بيقاومه، فجه الملاك ميخائيل ايه لمعونة الملاك جبرائيل. تاني واحد الملاك جبرائيل، جبرائيل او غبريال. غبريال ده الاسم العبري، والعربي بتاعنا بنقوله جبرائيل، ومعناه ايه قوة الله او جبروت الله. ملاك جبرائيل بنشوفه في سورة العذراء
هو اللي ايه بيبشر العذراء وقال لها ايه الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، المولود منك ايه يدعى ابن الله. لما دانيال شاف رؤية وما كانش عارف تفسيرها اللي راح بفسرها له الملاك غبريال، والملاك غبريال برضو اللي بشر الرعاة بميلاد السيد المسيح، وبنشوفه في الصورة مع العذراء وهو بيبشر. بعد كده ملاك رفائيل ده اسم عبري معناه الله هو الشافي، حتى نلاقي في قصة الملاك رفائيل ايه نلاقي ان هو رافق طوبيا لما ابوه بعته لان كان ليه فلوس عند حد وكده رايح يجيب، فرافق طوبيا. وبعدين لما اصطادوا الحوت وخدوا الكبد بتاعته، وبعدين ابو طوبيا خف لما قالوا تروح وتحرقهم وكده، فيقولوا عليه هو ملاك الشافي، خلاص شفيع للمرض لانه هو شفى ابو طوبيا. ويقولوا عليه شفيع المتزوجين لان انتوا عارفين قصه برضو طوبيا، ان اللي جوزها ساره اللي جوزها كانت كل ما تتجوز حد يموت وقال له ان انتوا لما تتجوزوا تصلوا 3 ايام وبعد كده تعيشوا كازواج، وده حاجه اتقالت بعد كده ان ده افضل شيء في الزواج يعني. فعشان كده هو شفيع المتزوجين وشفيع المرضى، وهو رافق طوبيا في سفره الطويل فقالوا عليه شفيع المسافرين. في ملاك برضو رئيس الملائكه سوريال ده الرابع، ومعنى اسمه بوك الله او الله صخرتي، بوك الله. بيقول لك هو ده الملاك اللي هيبوق في الاخر لاعلان نهايه العالم. لما يقول يرسل ملائكته ببوق عظيم فيجمعون مختارين من 4 رياح من اقاصي السماوات، هو ده الملاك سوريال. بعد كده وملاك صدقييل وسراسييل وانانييل، دول برضو رؤساء الملائكة بيطلبوا عن الخليقة كلها. في طغمات تانية للملائكة بنسمع عنهم مشهورين، السرافيم والشيروبيم. السرافيم مفردها سراف، والسرافيم دول شغلتهم التسبيح، يسبحون الله قائلين قدوس قدوس قدوس، يبقى شغلة السرافيم التسبيح. واحنا بنصلي في القداس بيقول انت هو الذي يقف حولك الشاروبيم وممتلئون عيونا، والسرافيم ذو 6 اجنحه يسبحون على الدوام بغير السكوت قائلين. يوم الشماس يقول نونست، ممكن ما تاخدوش بالكم عشان هو كلمه نونست. نونست هم بيسبحوا قائلين، بيقولوا في الشماس هنسمع بيقولوا يوم الشمامسه يقولوا مع السرافيم قدوس قدوس قدوس، اكنهم بيسبحوا مع السرافيم واحنا بنسمع وبنسبح معاهم عشان تبقى اصواتنا مع اصوات غير المرئيين. كلنا بنسبح ربنا وبنقول له قدوس قدوس قدوس. بعد كده في الكروبيم اللي هم الشاروبيم. الشاروبيم مفردها الكروبيم مفردها كروب. الشاروبيم دول وصفهم الكتاب مملؤون اعينا، يعني يرمز لايه مملوء اعينا؟ المعرفه الواسعه. وعلشان كده اللي سقط من الملائكه كانوا هم الشاروبيم، طغمه من الشاروبيم هي اللي سقطت. ليه؟ لانها بمعرفتهم القوية جدا تكبروا، وكان سبب الكبرياء بتاعهم ان هم سقطوا. بيسموهم الكروبيم بيسموهم ملائكة الحضرة الإلهية، قريبين جدا من ربنا، حتى نلاقي نقول الجالس فوق شاروبيم، صح؟ اليوم ظهر في أورشليم، هم أقرب طغمة لربنا وهم بيسرعوا في تنفيذ أوامر ربنا.
وتابوت العهد كان مظلل بالايه؟ بالكروبيم. بعد كده في الاربع حيوانات غير المتجسدين. بعد كده بنسمع في برضه في صلاة القداس نقول ايه؟ الكراسي والارباب والقوات. ايه الكراسي والارباب والقوات؟ دول طغمات سمائية برضه الملائكة. في اول حاجة بنقول العروش او الكراسي، دول ملائكة رتب سماوية برضه قريبة من عرش الله. بولس الرسول في كلوسي بيقول الذي فإن فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله خلق. يبقى إيه؟ العروش والرياسات والسلاطين والقوات كلها طغمات سمائية ربنا إيه خلقها. في السيادات اللي هو الأرباب، نقول رب الأرباب. السيادات دول يقول الذي يقف حوله ملائكة ورؤساء ملائكة الأرباب والقوات. دول سيادتهم مستمدة من سيادة ربنا على الخليقة. دول برضو بيشفعوا فينا قدام ربنا. الرياسات برضو ملائكة لهم سلطان على ممالك العالم، يحفظوها من محاولات إبليس. السلاطين دول مكلفين بحفظ نظام الكون. في ملائكة بقى اللي هو الملاك الحارس، ملاك الذبيحة، ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم. وفي بقى في الآخر الشيطان اللي سقط، اللي زي ما قلت لكم كان كروبيم وسقط، وكان مملوء أعينا وسقط، واتقال عن سقوطه كيف سقطت يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي. وعلشان كده سقط هذا الملاك في الكبرياء وانحدر وبقى شيطان. في الحقيقة احنا النهاردة واحنا بناخد فكرة عن الملائكة، الواحد حس ان هو مسنود. يعني ربنا لما خلقنا ما سبناش كده، كل واحد ليه الملاك الحارس بتاعه، كل واحد بيحرسه ملاك. حتى في المثل البلدي كده يقول العين عليها حارس، من كتر ما هي ايه حاجة مهمة قوي يعني عليها حارس. شفنا بقول لكم ملاك اللي هو قتل 185,000 اللي حصروا أورشليم والحرب للرب، احنا مش شايفينهم، لكن لما الملائكة الكنيسة دي مليانة ملائكة. احنا دلوقتي يعني قاعد حوالينا واقف حوالينا وبيسبحوا ملائكة. احنا لما بنيجي نعمل بخور قدام الهيكل، بنعمل ابونا بيعمل بخور في اربع اتجاهات. في ناحية المسبح نسجد لك يا مسيح لأن مع بك الصلاة والروح القدس لأنك ايه اتيت وخلصتنا. امام الملائكة ارتل لك واسجد قدام هيكلك المقدس. يصلي ناحية الهيكل وبعدين يصلي ناحية الناحية اللي هي البحري، يدي السلام للعذراء ومعها معاها الملاك غبريال. وبعدين لما يصلي ناحية الشعب ناحيتكم كده يقول السلام للملائكة والشهداء والقديسين. يعني الكنيسة أبونا بيدي سلام للملائكة. هو في ملائكة؟ الكنيسة مليانة ملائكة، ملائكة وشهداء وقديسين حاضرين معانا. وبعدين بيدي بخور ناحية الإبلي ليوحنا المعمدان يقول ايه؟ السلام للكاهن ابن الكاهن. وبعدين يرجع تاني للشرق. فاحنا احساس الواحد ان هو مسنود بقوة ربنا ده احساس مهم جدا، احساس مهم جدا. الواحد لما يكون مش حاسس بالقوة دي وكأنه لوحده في الحياة، يعني نازل مشوار معاك الملاك الحارس بتاعك، عندي ايمان ان انت رب مش هتسيبني، راجع رب يحفظ دخولك وخروجك، رب يحفظ دخولك وخروجك، خايف على اولادك الرب يحفظ دخولهم وخروجهم. في ملاك ايه حال حول مين؟ خائفي. حول ايه؟ خائفي. اللي ليه عنده خوف ربنا، ربنا يلاقي الملاك ده ايه ينفع. طب واللي هو بقى مالوش خوف ربنا
هو ماشي ورا شيطان برضه، بس هو ايه؟ يخزل الملاك. لا انا عايز ده، انا عايز الشيطان، انا عايز كده. لكن اتهيأوا بقى لو العكس، زي ما زي ميخائيل حارب ابليس محاجن على جسد موسى، لو انا فعلا بكل قلبي من جوه عايز ربنا هيحارب الملاك هذا الشيطان. حال حول خائفيه وينجيهم، ينجيهم من ايه؟ من الاخطار العادية بس، وينجيهم كمان من الحروب الشيطانية. ينجيني من حرب الشيطان، ينجيني من الشيطان بيضايقني دي، لاني فيا خوف ربنا، فيا خوف ربنا. ربنا يدينا ان احنا نسبحه مع الملائكة، وان احنا نكون خدامه بكل نقاوة، زي ايه خدامه ايه؟ ملتهبين نار. يكون لنا نقاوة الملائكة، ويكون لنا تسبيح الملائكة، ويكون لنا خدمة الملائكة، ونكون لنا الطاعة. يعني يقول عند سماع صوته، في اي عن الملائكة كده ايه؟ يعني بينفذوا مشيئة ربنا عند سماع صوته، ويكون لنا ايه؟ طاعة ربنا في اللحظة كده، أول ما ربنا يقول لنا نجري على طول نعمل زي الملائكة. ربنا يبارك حياتكم، لربنا المجد الدائم الأبد آمين. اسميني اسقوني.